شركه الحلويات طاش كبرها 3 كيلو راح نشويها بهالتنور ان شاء الله. ود كزبر كمون كركم ومسحاري وملح شبنتو كزبر فلفل الوان ثوم وزنجبيل نزل البصل عليهم ليمون وزيت نحمس المكونات نزل عليه زيت نبهر السمكه من داخل نحشي السمكه بالحشو خيطناها بخيط اقوى من المساء هذا خيط ابيض قوي نمسحها بباقي الخلطه حطيناها على الشبك ونسكر عليها بسم الله على بركه الطماطم وصل وزيت نحمسهم شويه ملعقتين معجون الطماطم ننزل الرز على الحمسه شلون طريقتين احمس خلي سنتين فوق العيش نملح المكونات 45 دقيقه ما شاء الله تبارك الله شوفوا نفتحها ما شاء الله تبارك الله شوفوا بطنها من داخل حلوايا وصج حلوايا ننزلها هني شوفوا شوف حبه العيش تبارك الله مع العيش والطماطم يا حلو يا حلو شوفوا شلون ذابت شوفوا